بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا صفحة 119 أطفالي الحمامة المطوقة من كتاب قراءتكم سنة الخامسة ابتدائي. أشاهد وأتحدث، استحضر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد. طبعا قبل أن نعبر عن هذا المشهد أو عن هذه الصورة أطفالي، علي أن أقرأ لكم النص فهم المنطوق، يعني حتى تفهمون على ماذا تتحدث هذه الصورة. إذن الحمامة المطوقة، أولا الحمامة المطوقة أطفالي، ما معنى المطوقة؟ المطوقة هي تلك الحمامة التي يوجد حول عنقها أو رقبتها ريش بلون مخالف عن سائر جسمها كأنه طوق، لهذا سميت بالحمامة المطوقة. يحكى أن صيادا نصب يوما شبكته ونثر عليها الحبة وكمن قريبا منها، فلم يلبث إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة، وهي سيدة الحمام، ومعها حمام كثير، فعمينا عن الشرك ووقعنا على الحب يلتقطنه، فعلقنا في الشبكة كلهن. أقبل الصياد فرحا مسرورا، فجعلت كل حمامة تلتمس الخلاص لنفسها، فقالت المطوقة وهي أكثرهن حكمة وتعقلا: يجب أن تكف كل واحدة عن مساعدة نفسها فقط، لأنه لا نجاة لواحدة من دون نجاة الجميع، نتعاون جميعا ونطير كطائر واحد، فربما ينجو بعضنا ببعض. استعدت الحمامات وعند إشارة المطوقة وثبنا وثبة واحدة، فقلعنا الشبكة بتعاونهن وعلونا بها في الجو إلى أن وصلنا إلى جحر الجرذ صديق المطوقة، فندته المطوقة وطلبت منه قطع الشبكة وشرطت عليه أن يبدأ من الجهة التي بها سائر الحمام وبعد ذلك يقبل على جهتها، لكنه لم يسمع كلامها وبدأ بتخليصها أولا، فكررت المطوقة ما قالته مرارا، فقال لها: لقد كررت القول كأنك لا تشفقين على نفسك. فأجابته: أخاف إن بدأت بجهتي أن تمل وتكسل عن قطع ما بقي، فأكون قد خلصت نفسي وتركت صديقاتي، وعرفت أنك إن بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لن ترضى أن أبقى في الشرك حتى وإن تعبت. قال لها الجار: هذا ما يزيد من احترامي، أو هذا ما يزيد في احترامي ومودتي لك. وهكذا أكمل الجرذ عمله بهمة ونشاط حتى خلص كل الحمام، فطارت المطوقة مع باقي الحمام بعد أن شكرنا الصديق عن حسن صنعه. جيد، الآن إذن نعود لكتاب القراءة. أشاهد وأتحدث الآن الصورة، ماذا نشاهد فيها أطفالي؟ طبعا نشاهد الجرذ الذي قطع شبكة الصياد بأسنانه وأنقذ جميع الحمامات وهن يشكرنه على حسن صنعه. أستعمل الصيغة ربما، قالت المطوقة وهي أكثرهن حكمة وتعقلا: يجب أن تكف كل واحدة عن مساعدة نفسها فقط، لأنه لا نجاة لواحدة من دون نجاة الجميع، نتعاون جميعا ونطير كطائر واحد، فربما ينجو بعضنا ببعض. إذن استعمل ربما في جمل مفيدة من إنشائك، سأعطيكم بعض الجمل أطفال للمساعدة كالعادة. ربما أستطيع قطف التفاح بهذه العصا. باتت القطة تمؤ طيلة الليل، ربما هي تبحث عن أمها. علي بمسك مقود الدراجة جيدا، فربما أسقط وأتعرض للخطر. السماء مغيمة هذا الصباح، ربما سينزل المطر. هذا المشروب ساخن، ربما ستشعر بتحسن إن شربته. الآن عبر عن الصور مستعملا ربما. إذن لاحظوا أطفالي الصورة الأولى تعبر لنا عن الحمامات وهي تطير في السماء. إذن يمكننا أن نقول: قررت الحمامات أن تطير معا إلى الأعلى، ربما تتخلص من الشباك العالقة على أجسادها. الصورة الثانية إذن تعبر هنا صياد وسمك، سمكة. يمكننا أن نقول: أعاد الصياد السمكة إلى البركة فربما تساعده يوما ما. أما في الصورة الأخيرة لاحظوا
يحاولون مجموعة أطفال يحاولون سرقة محفظة زميل لهم. إذن قد نقول ربما يستطيع الولد مساعدة صديقه الذي يتعرض لسرقة محفظته. الآن أنتجوا شفويا. اتصفت الحمامة المطوقة برجاحة العقل وتصرفت بحكمة، ولهذا نجحت في إنقاذ صديقاتها. بين موقفك من هذا الكلام معللا إياه بالحجج اللازمة. إذن حكمة ورجاحة عقل الحمامة بيّنت لنا بأنه على الإنسان ألا يكون أنانيا في تصرفاته، فلابد من روح التعاون والجماعة من أجل الخلاص من المآزق التي يمر بها. جيد، قرأت كثيرا من القصص التي جاءت على لسان الحيوانات، قصة واحدة منها على أصدقائك وبين المغزى منها. سأقص عليكم قصة صغيرة أطفالي. قصة الضفادع والبقرة. في صباح مشمس جميل كانت الضفادع تستمتع باللعب والقفز في مياه البركة، وجاءت بقرة لتشرب الماء ولم تنتبه للضفادع فداستها بأقدامها ثم رحلت. فأسرعت باقي الضفادع لتشتكي رئيسها من وحشية البقرة، فسألهم كم كان حجم هذا الوحش، ونفخ نفسه قائلا هل كان بهذا الحجم؟ وردت الضفادع أنه كان أكبر، فراح ينفخ نفسه مرة أخرى والضفادع تؤكد له أنه كان أكبر، وهكذا راح كبير الضفادع ينفخ نفسه أكثر فأكثر، وفي كل مرة يقولون له أكبر وأكبر، فأخذ نفسا كبيرا وراح ينفخ وينفخ ويضخم ويضخم حتى طار واختفى في السماء البعيدة. العبرة أطفالي، لا تقلدوا الغير وارضوا بما أعطاكم الله من شكر. هذه يا أطفالي، إذا أتمنى أنني ساعدتكم ولو القليل. خليكم في أمان الله وحفظه، بالتوفيق طبعا في اختباراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.